ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور محمد نحاس. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك معنا. إذا كيف يؤثر العالم الافتراضي على تفاعل الأطفال واقعيا، ولماذا يضعف لديهم القدرة على فهم المشاعر البشرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الطفل في المرحلة الأولى من حياته بيكون متمحور أساسا حوالين ذاته، وبيبقى سعينا ان احنا لما يتم سنوات معينه يخرج من هذا المحور ويبدا يتفاعل مع العالم الواقعي. فبالتالي بيعيش الطفل في عالم، هذا العالم افتراضي خاص به. بيزوده ايضا عمليات وجوده قدام الانترنت، وفي وجوده ايضا في عالم الالعاب المتعلق بالانترنت. الطفل في الحالة دي بيتمحور حوالين ذاته ويعيش عالمه الخاص بيه، وفي الحالة دي بيكون أنانيته عالية جدا جدا جدا، وده أمر طبيعي وصحي لغاية 7 سنوات. بعد 7 سنوات وبداية في 8 و9 و10 سنوات المفروض إنه بيخش إلى مرحلة المونولوج اللي هي الحوار الثنائي. الإنترنت ما بيديلوش فرصة الدخول في الحوار الثنائي، ولكن بيعتمد الطفل على الحوار اللي مغلق على ذاته. يبقى إذن يبقى الطفل في حالة حوار ذاتي، مما يجعله معزول عن العالم، وبالتالي بينظر إليه على أنه هو داخل إلى عالمه الخاص ومتقوقع فيه، ولما نيجي إحنا نخرجه منه يرجع بسرعة، وكمان يرفض هذا الحوار الخارجي ويرجع بسرعة إلى الحوار الداخلي المغلق اللي بيعلن عنه بعدم رفضه أحيانا للخروج، ورفضه أحيانا لأنه يتفاعل مع الوالدين وإخواته. دكتور، التأثير السلبي اللي ذكرت حضرتك هل يمكن أن يقل بعد عمر 9 سنوات؟ إذا إحنا خرجناه بيخرج من مرحلة الأناليزم اللي هي مرحلة التمحور حوالين الذات إلى مرحلة العالم الواقعي. فبالتالي لو إحنا تركناه في هذا العالم الافتراضي يظل في عالمه الخاص، وبالتالي يتمحور حوالين ذاته وتزيد أنانيته ويكون شخص معزول نفسيا. طيب دكتور، في دقيقة من الوقت، ما الحلول التي لديك بخصوص هذا الموضوع؟ نمرة واحد، إن أنا أدي للطفل أهم حاجة وهي التنميط الجنسي بتاعه. يعني إذا ولد يخرج مع أبوه ويروح المسجد، إذا بنت تخرج مع أمها وتقعد في الجلسات بتاعت أمها، بحيث إن يبقى فيه عملية التفاعل الإيجابي اللي يبدأ الطفل يعرف راسه من رجليه ويفهم إيه دوره المنوط إليه في هذه المرحلة. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من دبي استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور محمد نحاس.